معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيد رئيس الوزراء السيد الأمين العام للأمم المتحدة، السادة الوزراء، السيد المبعوث جون كاري، السيدات والسادة، إنني ممتن لمعالي الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إتاحة هذه الفرصة لطرح وجهة نظرنا عن مثل هذا الموضوع الهام الذي يعد أو تحدث عنه الكثير من السادة صباح هذا اليوم. وسدعونا نتفق أن مناخنا يتغير ويتغير للأسوأ. السادة، بعد شهرين سنكون في شرم الشيخ لعقد المؤتمر 27 للنظر على الالتزامات التي أجريت على مدار السنوات الماضية، ومن أجل أن نضع التزامات جديدة على أنفسنا. إن هذا يعني أن الموضوع الذي سوف نناقشه في عروضنا والالتزامات غاية في الأهمية، فلن يكون هناك دافع لأفريقيا لأننا كقارة حاليا على مفترق طرق. فعلى صعيد، فإن الأفارقة هم ضحايا رئيسيون في الانبعاثات الكربونية التي نشهدها اليوم. ثانيا، نحن أقل من يسهم لهذه الانبعاثات. نحن نشهد زيادة في الجو والكثير من الفيضانات والكثير من الجفاف وأيضا التصحر، وحتى فإننا بدأنا نشهد تنافسا من أجل المياه ومن أجل الأراضي الزراعية، وهذا يتسبب في أزمات سياسية في دول مختلفة. وفي الوقت ذاته فإن هناك الكثير من الصعوبات للوصول إلى التمويل من أجل تطوير قطاع الطاقة، والذي يعد نقطة هامة لكي تستمر الحياة في بعض الدول. البحث عن التمويل فما بين الحقيقة إن هذا هو الاحتياج من أجل الطاقة لكي نقوم بتطوير مصادرنا الخاصة بالغاز الطبيعي، وأيضا لكي نحاول أن نحدد الأثر الخاص بالتغيرات المناخية التي نشهدها، وهي كلها مسائل ملحة. إنه فيها بسبب هذه الأسباب التي سبق وأن ذكرتها، فإننا نقوم بتقديم اتفاقيات التجارة الحرة ما بين الدول الأفريقية لكي نقوم بحل هذه المشكلات، ولكي نقوم بتقليل الانبعاثات الكربونية ولزيادة التطور الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في القارة. ولنضع هذا في سياقه، فإن المنطقة الأكثر إلحاحاً التي تستطيع أفريقيا أن تقوم بتقليل الانبعاثات الكربونية فيها هو الطعام. إن أفريقيا أكبر دولة تقوم بإنتاج الغذاء والكثير من المنتجات الأخرى، سواء كان ذلك من القطن أو الكاكاو أو القهوة. كل هذه الأشياء يتم شحنها حول نصف العالم لدول أخرى ولجغرافيات أخرى لكي يتم تصنيعها
قبل أن يتم نقلها مرة أخرى إلى دولنا وإلى أجزاء أخرى في العالم. وكما نعرف جميعا فإن عمليات النقل البحري هي أكبر متسبب في انبعاثات الكربونية، 3.1% من الانبعاثات الكربونية العالمية، وهي تساوي معظم أو كل الانبعاثات التي تقوم أو التي تقوم بها أفريقيا. فبالتالي فإن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية سوف تقلل 80% من الانبعاثات الكربونية التي تأتي من عمليات التجارة التي تحدث حاليا، الطريقة التي تجري بها عمليات التجارة في القارة اليوم. التغيرات التي سوف يتم تطبيقها CFTA سوف تعزز وتجعل المسألة أسهل من أجل القارة، لكي تقوم بخلق فرص عمل وتقليل الانبعاثات الكربونية، بل ولا يكون لديها أيضا التكيف أو معايير التكيف التي ترغب كل دولة في أن تضعها. لذا فإننا نأمل أن يكون هناك دعم من أجل اتفاقيات التجارة الحرة، لأن إحدى ركائز عمليات التلافي التي سوف يتم مناقشتها في كوب 27 أو مؤتمر التغير المناخي، فسوف يتطلب المسألة 10.7 مليون دولار لكي تقوم بوضع صندوق، وهو المبلغ المطلوب لتجعل المسألة أسهل بالنسبة للدول الأقل تطورا في أفريقيا لكي تقوم بالمساهمة في هذه الاتفاقية التجارة الحرة. دعونا نلتزم جميعا بأن نضع هذه الاتفاقية ولكي يكون هناك توازن فيما بين المتطلبات الخاصة بشعوبنا والمتطلبات الخاصة بالكوكب. وفي النهاية يا سيادة الرئيس، ففي خلال شهرين سنلتقي في شرم الشيخ، وعلينا أن نقوم بالنظر إلى أهدافنا وكيفية مقاومتنا وتمويلنا أيضا للتغيرات المناخية، وأن نتأكد أن هذه المسألة مسألة عمل جماعي، والطريق التي علينا أن نتناولها يجب أن تكون على المستوى الأفريقي، ويجب أن يكون دعمها على المستوى الأفريقي. لذا فعلى أفريقيا أن تستمر في اتخاذ خطوات إلى الأمام حيث نجد المسألة منائمة. شكرا لسيادتكم على حسن انتباهكم.